أعزائنا، أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد مع قصص غريبة من الواقع. وقبل أن نبدأ نتمنى منكم ضغط زر الجرس ومتابعتنا ليصلكم جديدنا. أولا، امرأة مشردة تسكن في علية إحدى المنازل لمدة عام كامل دون أن يكتشفها قاطنو المنزل، حيث بدأ رجل يبلغ من العمر 58 عاما يعيش بمفرده في اليابان يسمع أصواتا في الليل ويلاحظ أن بعض الأشياء ليست في موضعها في المنزل، فقام بتركيب كاميرات فيديو وتبين أن امرأة مشردة كانت تعيش في العلية والخزائن لمدة عام تقريبا في منزله، ولم يتم كشفها أبدا طوال هذه المدة. ثانيا، العامل البسيط والساعة الثمينة. في يوم من أيام نيسان سقطت ساعة ثمينة لأحد كبار المسؤولين في إحدى خزانات زيوت الطعام غير المهدرجة، حيث كان العامل البسيط يراقب ذلك بتشوق وحسرة على هذه الحال. وعندما جن عليه الليل ذهب متخفيا بجلبابه ليحضر الساعة الثمينة ويبيعها للصائغ الألماني جورج، ثم يعود وقد اشترى بها ما يشتهي من خبز ولحم. لكن وللحسرة تم العثور على جثة العامل الفقير وهي متآكلة من فعل الزيوت في صباح اليوم التالي، والمسكين لم يدرس يوما قوانين الفيزياء التي تنص على أن الزيت أقل كثافة من الماء وأنه مهما كانت مهارته فسيغرق حتما لا محالة في زيوت الطعام. ثالثا، نهاية الفضول. ذات يوم وبينما أحد الجنود المكلفين بحراسة الطائرات العسكرية في بغداد دفعه فضول النفس البشرية إلى الجلوس في كابينة الطائرة الخاصة بالكابتن ومساعده واللعب بأحد أزرار الطائرة ليرى ما يمكن أن يحدث بعدها، وفجأة اندفع كرسي الطائرة الذي يجلس عليه العامل إلى الأعلى ليرتطم رأسه بالحائط، ثم سأل القائد عنه في اليوم التالي فقالوا له قتله الفضول. رابعا، الشاعر اليوناني أخليليوس. أسقط نسر من ارتفاع عظيم سلحفاة ليقتلها ويأكلها كعادة النسور في الاصطياد، ولكن السلحفاة سقطت على رأس الشاعر فمات بأكثر الطرق غرابة على الإطلاق. خامسا، جورج واشنطن. هل تعلم أنه توفي في آخر ساعة من آخر يوم من آخر أسبوع من آخر شهر من آخر سنة في القرن 18؟ سادسا، رجل برازيلي عض ثعبانا فقتله. هل سمعت يوما عن شخص عض حية فماتت؟ نعم، فهنالك رجل برازيلي أثناء رحلته للصيد يوما وإذا بحية خرجت عليه فقامت بعضه، فرد لها الصاع صاعين فقام أيضا بعضها فماتت الحية ونجا هو فيما بعد علاجه من سمها. سابعا، الكاتب المسرحي ماكسويل أندرسون. كان من عادته أنه لا يستطيع الكتابة إلا والمطر يهطل، فقام بفكرة جنونية إذ اخترع نظام رش بالتنقيط على سطح بيته فأصبح يكتب مسرحياته تحت الرش بالتنقيط. ثامنا، عاشق الكتب. هل سمعت يوما عن العشاق؟ لا، ليس عشاق الهوى بل عشاق الكتب. الوزير الفارسي عبد القاسم إسماعيل كان واحدا من هؤلاء، إذ كان له مكتبة تتألف من 700,000 من المجلدات الهائلة الكبيرة، إذ كان يلزم لحملها 400 جمل أينما ذهب ويحافظ عليها مرتبة ترتيبا أبجديا. تاسعا، هل فكرت يوما في تغيير بصمتك؟ هذا ما قام به اللص الشهير جون لينجر، وذلك بأن تعمد أن يغمس أصابعه في الحمض الحارق فذاق ألوان العذاب، لكن وللحسرة عندما شفيت أصابعه عادت بصمته القديمة كما كانت من ذي قبل. عاشرا، تاريخ مميز. في أستراليا ولدت طفلة في نفس التاريخ الذي ولدت فيه أمها وجدتها لأمها وأم جدتها، أي في الثامن من نيسان. 11، ولادة بعد الموت. كان التربي يضع سيدة في القبر وفجأة سمع صراخ طفل
ففتح التابوت فوجدها ولدت مولودا طبيعيا كسائر أقرانه، فذهل جميع الحاضرين. 12. سر الطب. لما توفي عالم الفيزياء الشهير هيرمان يورساف، وجد على مكتبه كتاب بعنوان السر الوحيد والأعمق في فن الطب، فأقيم مزاد عالمي وتم بيع الكتاب بمبلغ قدر ب20,000 دولار ذهبية. وعندما وصل المشتري للمنزل وفتح الكتاب، وجد 99 صفحة بيضاء وواحدة مكتوبا عليها: احفظ رأسك باردا ورجليك دافئتين، هكذا تفقر أشهر الأطباء. 13. النهر العجيب. وهل تعلم أن في اليمن نهرا عند طلوع الشمس يجري إلى الشرق، وعند مغيبها يجري من الغرب؟ 14. حقوق الأبقار. هل تعلم أن البقرة له حق المواطن في سويسرا؟ إذ يستخرج له شهادة ميلاد، وإذا توفيت بقرة تتولى السلطات الأمر وتحقق فيه كما لو كان الميت إنسانا. غريب الصدف. من غريب الصدف أن رالف وكارولين كوميز من مدينة كلينتون في الولايات المتحدة قد رزقا بخمسة أولاد، فكانت ولادة ابنتهما الأولى في 20 فبراير سنة 1952 والثانية في 20 فبراير سنة 1953 والثالثة في 20 فبراير سنة 1956 والرابعة في 20 فبراير سنة 1961، أما الخامسة في 20 فبراير سنة 1966. هل تظنون أنهم تعمدوا الأمر؟ وإن كان الأمر كذلك، فما هو السبيل الذي مكنهم من فعل هذا؟ شاركونا في التعليقات. 15. البابا بولس الثاني. كان معروفا بنهمه العظيم وشرهه للطعام، إلا أنه مات بسبب بذرة بطيخ صغيرة إذ دخلت في رئتيه فمنعته من التنفس، ومات مختنقا بها. 16. قتله الحب. كان العالم الإيطالي مافريد معروفا بحبه لمراقبة الشهب والنيازك، وفي يوم من الأيام وهو يراقبها في نهم سقط عليه نيزك كبير فمات من فوره. 17. لعبة الغولف. في يوم ما كان لاعب الغولف الأمريكي الشهير سيكاليون يتصنع على عادته أمام الجمهور الغضب، فضرب عصا الغولف بالأرض فارتدت لتضرب رأسه أمام جمهوره العريق نتيجة لغضبه المتصنع، فقتله غباؤه وتصنعه الزائف. 17. في وارسو. علمت إحدى النسوة في وارسو بخيانة زوجها لها فأصيبت باكتئاب حاد، فقررت الانتحار بعد أن تلقي بنفسها من الطابق 11، فبينما وهي تلقي بنفسها وإذ بزوجها يخرج من البناية فسقطت عليه فمات، وبذلك أنقذها جسد زوجها وخفف من اصطدامها بالأرض، فعاشت هي في هناء وسعادة. 19. الفلاحة المصرية سوسن برعي. بينما وهي تعمل في يوم شديد الحرارة إذ ذهبت لتروي ظمأها بماء بارد من القلة بمنزلها، وعندما شربت لاحظت وجود النمل في قلة الماء، فزعت وعادت لتناول مبيد النمل ظنا منها أنها بذلك تقتل النمل الذي شربته في الماء، فماتت بالطبع جراء التسمم. 20. العجوز فريتش جاست. كان يتنزه العجوز وكلبه المخلص جاك حين أصيب العجوز بنوبة قلبية حادة وكان بحاجة إلى الإسعاف في الحال، وعندما وصل المسعفون لم يستطيعوا إنقاذه فمات بسبب حماية الكلب له. 21. مات من الضحك حرفيا. حضر رئيس نقابة المسرحيين عرضا لمسرحية كوميدية في لندن كان قد انتقدها مسبقا نقدا لاذعا، فدخل في نوبة هستيرية من الضحك أثناء المشاهدة لتلك المسرحية المضحكة، فتوقف قلبه عن النبض نهائيا. 22. بالون الأصدقاء. في يونيو حزيران 2001 أطلقت لورا بوكستون بالونا مليئا بالهيليوم خلال الاحتفالات بذكرى زواج أجدادها في حفلتهم في بلدة بلورتون، وتم إرفاق بطاقة بالبالون بها اسمها وعنوانها ورسالة قصيرة على سبيل الدعابة تطلب ممن يجد البالون ويقرأ رسالتها أن يكتب لها ويراسلها على عنوانها
وبعد 10 أيام تلقت لورا ردا في منتهى الغرابة، فقد تم العثور على البالون من قبل لورا بوكستون أخرى في حديقة منزلها في بيوزي ويلتشير على بعد 140 ميلا. كان كل من الفتاتين اللتين تدعيان بنفس الاسم لورا تبلغان من العمر 10 سنوات، وكانت كلتاهما تمتلك كلب لابرادور أسود عمره 3 سنوات وخنزير غينيا وأرنب. أخيرا رجل يعامل ابن عشيقته كالكلب. الطفل سين حكايته أغرب من الخيال، فقد حدثت في المملكة المتحدة حين بدأ صديق هذه المرأة في ضرب ابنها، وقد كانت الأشياء التي قام بها هذا الرجل في حق الطفل جدا مروعة. فقام بتدريب كلبه على عض الطفل، وكان يقوم بخلع أظافر المسكين وتحطيم أصابعه ورميه في الهواء ثم تركه ليصطدم بالأرض. وفي النهاية رمى الرجل الطفل بشدة، حتى أنه في إحدى الليالي قام بكسر العمود الفقري للطفل إلى نصفين. أي معلومة أثارت استغرابكم أكثر؟ شاركونا إياها في التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه.